مع حضرتك أبونا صموئيل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسة ديميانا المعلقة اللي احنا موجودين فيها. الكنيسة ديت بتعتبر من أقدم الكنائس اللي موجودة في العالم كله، بيرجع تاريخها للقرن الرابع الميلادي. الكنيسة دي بتعتبر جميلة جدا، مليانة بالتحف الفنية من أيقونات أثرية كتيرة جدا، عددهم يتعدى 100، وكتير من الجداريات اللي منقوشة بالنقاشات الجميلة جدا. احنا النهاردة بنحتفل بالانتهاء من مشروع الترميم بتاعها. الترميم بتاعها ان احنا بنرجع شكل الأثر زي ما كان، مش بنجدد الكنيسة، احنا بنرجع شكلها كما كانت على البداية. واحنا النهاردة بنحتفل باليوم دوت لان احنا فرحانين ان الكنيسة مفتوحة للعالم كله. اي حد حابب يجي يزور الكنيسة، ناس كتيرة من كل العالم كانت بتيجي وبتشوف الكنيسة دي، بيتمتعوا بكل سنتي موجود فيها من اشكال جميلة، من ايقونات جميلة، من اشكال جميلة جدا مرسومة على الجداريات. مظبوط، 16 سنة ده كان بيرجع لأن المشروع كان ضخم جدا، كان مشروع كبير جدا، إن هم كانوا في حاجات كانت بتأثر على سلامة المبنى الأثري دوت. فمن أهم العوامل دي كانت مياه جوفية كانت محطوطة تحت الكنيسة، ظهرت في باطن الكنيسة من تحت في الحصن اللي هي مبنية عليه، كانت دي سببت شروخ وحاجات كتيرة صعبة هتأثر على الكنيسة. ابتدى المشروع ده كانت مهمة قوية، يعني مهمة كبيرة جدا ان هم يشيلوا المية دي من داخل الكنيسة، من تحت، من أسفل الكنيسة، من غير ما تأثر على سلامة المبنى بتاعها. هي العمل طباطا جدا، يعني هو صعب من بداية الثورة، من بداية ثورة يناير ابتدى العمل يتباطا لتعدد الوزارات ولتعدد الأشخاص، ابتدى العمل يتباطا رويدا إلى أن جاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب وجاء الكنيسة عدة زيارات، وللمنطقة ككل ابتدى يشتغل على المنطقة ككل إن هو يحيي هذا المشروع وننتهي من أعمال الترميم ونفتتح الكنيسة لكل العالم والمنطقة ككل، من جامع عمرو بن العاص للكنيسة المعلقة لمنطقة الأديان، كل المنطقة ككل.